بس عشان كمان من النقاط اللي انا دايما بحترمها قوي في يعني في المنتدى يعني او عامه كمان في الاشاده او توضيح الرئيس الجمهوريه اهميه الثقافه واهميه الفن كرساله وكقوه ناعمه، النقطه دي بقى غايه في الاهميه. انا ما ينفعش اغفل هذا النوع من القوة، ما ينفعش اغفل هذا النوع من الحوار، لان الفن هو لغه عالميه، حتى لو زي ما حضرتك بتقول المسرحيه كانت باللغه العربيه، لا الفن دايما لغه عالميه الجميع بيفهمها، الموسيقى لغة عالمية كله بيفهمها، إذا تحدثنا على جانب من الجوانب بهذا النوع من القوة فإحنا برضو وإحنا يعني إحنا مش قليلين في الحتة دي، يعني إحنا بس حصل شوية مشاكل في النص كده، بس إحنا مش قليلين، إحنا هوليوود الشرق، وأعتقد إن هذه المكانة لازم يعني نستعيدها مرة تانية، مش ترفيه ولا حاجة، يعني مش رفاهية، أنا ما بتكلمش إن ده رفاهية، لا ده لازم أهتم بالمسرح، بقصور الثقافة، أهتم بالموسيقى، أهتم يعني الحاجات كلها لازم تخرج بشكل محترم برضو يليق بينا. وطبعا بضيف أكيد تحياتي للأستاذ خالد جلال على قيامه بهذا الدور الرائع، سواء يعني في المنتدى أو في غيره. يعني خالد جلال حقيقة قايم بدور يعني إذا كلمنا عنه هنقعد نتكلم كتير جدا يعني. طيب بالنسبة بقى للحضور الإفريقي اللي كان برضو ناس اتكلمت عنه على صدى ان احنا كان علاقتنا مع افريقيا مهمله بقى لها فتره طويله يعني شويه بقى لها فتره طويله، رجعنا تاني للسوق الافريقي، رجعنا تاني العلاقات مثمره جدا ورائعه جدا ومتحضره جدا مع افريقيا كقاره، واحنا يعني كجزء من هذه القاره، وخصوصا في الختام بحضور الرئيس السوداني عمر البشير برضو كان ليه سيمبل كده زي ما بيقولوا. خلينا اقول انه المربع الصحيح لمصر في افريقيا قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومه الاول، رحنا للجزائر، رحنا رجعنا للاتحاد الافريقي بعد سنه ما يعلم بيها الله ربنا من يعني حكم الاخوان اللي افسد كل العلاقات بالجلسه المعلنه، بالكلام اللي كان بيتقال، بكل الحاجات اللي كان بيعملها الكابتن محمد مرسي. الحمد لله الحمد لله. الفكره هنا انه احنا بقينا يعني، ويمكن انا اتكلمت مع الافارقه، انا كنت مهتم قوي بالمربع ده علشان احنا هنبقى رؤساء الاتحاد الافريقي في 2019، ولانه الرئيس عمل حاجه انا ما كنتش فاهم ان هم واخدين بالهم منها، انه هو في الصين اتكلم على افريقيا، وهو في المانيا اتكلم على افريقيا، وهو هنا بيتكلم على افريقيا، ده واصل. افريقيا الان تشعر ان هذا الرجل حتى هو في الامم المتحده ما بيتكلمش على مصر منفرده، احنا بنتكلم على مصر وافريقيا، بنتكلم على مصر وافريقيا والعرب، يعني فكره مصر التي تتحرك لدعم الجميع، وانه المصلحه مشتركه، وان مصالح الجنوب هي مصالح الجنوب، وان الاستثمار في الجنوب هيخلي الناس كلها كويسه، وانه التكاتف بيعمل وحده وبيعمل قوه لافريقيا، وهو ده اللي بيشتغل عليه السيد الرئيس وواصل. يمكن المجموعات الشباب كمان المنتقاه، خلينا اقول المنتقاه اللي هي دعيت مش اللي سجلت وجات عبر الـ 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 الانترنت، لانه اللي بيسجل هو فيه مجموعه مواصفات فبيجي، لكن اداره المنتدى دايما بتدعي مجموعات نماذج يعني. وخليني ابتدي من حفيد نيلسون مانديلا، رسالة ولا اهم. وخليني اقول كمان انه الشباب اللي جه سواء رؤساء القبائل الشباب او المشاركين المتخصصين في التكنولوجيا، يمكن احنا واخدين فكره انه افريقيا متاخره، لا يعني لما ناخد دوله زي السنغال ونشوف الاداء التكنولوجي هم الاكثر استخداما للموبايل، علشان طبيعه الـ 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 الانتشار بتاع الانترنت بيبقى صعب في الارض، في قصه كده. لكن في النهايه يعني الحضور الافريقي كان مميز جدا، وهم نفسهم كانوا حاسين كويس قوي ان مصر مش بتعاملهم بمنطق ان هم ان احنا القاهره وهم الصعيد، لا، ان مصر بتعاملهم ان احنا مصر وهم هم، ان احنا شركاء في الفعل، شركاء في المسؤوليه، وهننجح مع بعض. وهي دي الجمله اللي في الحقيقه بيركز على معناها دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكره ان الاتحاد قوه، فكره ان افريقيا قاره قويه تستطيع ان تتصدر وانها تبقى في المصاف، وما احناش ابدا عالم ثالث، لكن عشان نوصل لده لازم نشتغل ولازم نتحد، وهو ده اللي واصل للناس. الحضور الافريقي كان طاغي بشكل كبير جدا، وكان متميز حتى في الكلمات اللي اتقالت، وحتى في التوصيات اللي كان لافريقيا نصيب كبير منها، ومنها اعلان السيد الرئيس
أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وفي تقديري إنه ده خيار ولا أعظم يعني. وإحنا بنتكلم على فكرة على كل المستويات بقى يعني صحيح. لا على مستوى التسويق لمصر أسوان الكنز اللي إحنا يعني بنعتز بيها دايما. أسوان من أجمل مدن العالم على فكرة، ومن أنظفها، وفيها أماكن. وعلى فكرة أنا عايزة أقول لحضرتك إن امبارح كان في يعني يمكن تحدثنا مع أحد المسؤولين وقال إن في استعداد من دلوقتي في أسوان واهتمام شديد جدا بالبنية التحتية. حرام ان احنا فعلا ما يعني ما نعتزش ونفخر بمثل هذه الاماكن في بلدنا. وده الوصل. وكمان احنا كصعايدة قريبين قوي من الافارقة فبتبقى القصة صحيح. انا شايفة هنا حاجتين، شايفة ادراك لأهمية الشأن الإفريقي سواء على الخريطة السياسية أو من الناحية الاقتصادية. ده إدراك كبير جدا من القيادة السياسية لهذا الشأن. الحاجة الثانية إن أنا شايفة تغيير للثقافة في كذا حاجة. أولا في تمكين الشباب زي ما قلنا قبل كده، وثانيا برضو في قصة اللي حضرتك كنت بتقولها أستاذ عبد الجواد إن إحنا إيه أصل إحنا القاهرة وإنتوا مش عارف الصعيد، إحنا كذا وإنتوا كذا. برضو الثقافة المغلوطة دي بتعمل مشاكل بين الناس وملهاش معنى وملهاش اصل وملهاش لازمه. يعني حاجه يعني نبتعد تماما عن العنصريه في التفكير، لان احنا مش كده، احنا عمرنا ما كنا كده ولا عمرنا هنبقى كده. طيب انا هرجع تاني على فكره لموضوع المنتدى، بس خليني اخرج